يسموني الزبير. انا يسموني الزبير زمير بن عوام يعيطوا لها. هذه هي انا بما على صحابي سماني الزبير. اسموني عبد القادر. انا سموني العيد زت وقت العيد كبير. انا اسمي زغلول. ما انا تاع الاسم زغلول هو طائر. طائر يجي في الربيع. انا احمد. انا سموني محمد على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا سموني مراد. المعنى تاع اسم تاعي بالعربيه يعني المرغوب فيه. انا سموني محمد. سموني بابا. سموني عبد الكريم. المعنى تاع احمد جميل الحمد لله. من الحمديه كما اقول لك يعني. والاسم تاعي كما اقول لك الرسول عليه الصلاه والسلام سمي باحمد ثم بمحمد. انا قاعد جيف الصح سمني على خويا اللي مات قبلي. سموني على الرسول صلى الله عليه وسلم. المعنى تاعو غير بويلي يعرفه. المعنى تاعو بي عربة. أمه وما على بالهاش. أمه بالك أنا كده في الدار وما على بالهاش يتسمى. وعندي فاني بنات مسميه. واحدة مسميه على أختي، واحدة على خالتي، واحدة على غرف كما هكا. أنا عندي واحدة على نسيبتي مادت فانيس سميتها. كان واحد تموه عبد جليل، واحد تموه ياسر، واحد ولادي سميتهم ياسين. ياسين على نبي الله ياسين. وعندي الحاج سميتها على عمه الحاج. وعندي ريتاج سميتها على ريتاج على الكعبة، لباس الكعبة. حمادة على واحد سميتها على الولد. وزوج قال تسمي عبد الكريم سميتها عبد الكريم. أنا عندي إيمان، وعندي عبد الرحمن، وعندي عبد الكريم، وعندي ملك. سميت ولادي مختار ومريم. ولادي كاين زكريا، كاين ريتاج، كاين ريهام. انا مسميه عده، مسميه الشريف، مسميه فاطمه الزهراء. انا عندي واحد طفل يسموه عابد، سميته على إزاد ولد اختي توفى بين زاد موراها هذا ولدي سميته عابد. ولادي مسميهم تقريبا على اسماء الانبياء. عندي محمد ياسين، عندي زكريا، عندي واحد مسمي على سيد الشهداء سيدنا حمزه رضي الله عنه. يعني والبنات مسميهم على ام المؤمنين خديجه رضي الله عنها، ومسمي على ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. وعندي ساره زوجة النبي سيدنا ابراهيم عليه السلام. ولادي سميهم المسلو، سمي الجلالي، سمي عبد القاسم.